أهلا بكم مشاهدينا والمحطة الحوارية الأولى، حيث تشارك الجالية اليابانية لدى دولة الكويت في حملة لتنظيف الشواطئ، وتأتي هذه الحملة التطوعية في إطار العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين الصديقين. حول هذا الموضوع يسرنا أن نلتقي كل من السيد ريكويا ساكو سكرتير ثاني بالسفارة اليابانية، والآنسة يوكيكو إيبي منسقة علاقات عامة. مساء الخير يوكوسو. مساء النور. بداية طبعا first يعني إيبي، we want فكرة عن الحملة التطوعية والهدف منها. هذه الفكرة هي أمل أن تكون أرشاد الكويت نظيف لتتمكن على سلاحف من الأوضاع لوضع بيودها. نعم. مدة الحملة ستبدأ هذا العمل من الساعة 10:30 إلى 12 في يوم الهادي عشر يوم السبت، في يوم 11. نعم. 11. نعم. من 10 صباحا لغاية الساعة 12. نعم. الظهر ساعتين، 2 hours تقريبا. نعم. نعم. الجهات المشاركة. نعم. هذه الحملة في الحقيقة تقام من قبل الجمعية اليابانية والجمعية الجمعية الكويتية لحماية البيئة بشكل مشترك، وأيضا تشارك فيها جمعية الكشافة الكويتية والحي العامة للبيئة وأيضا مدرسة تسمان لثنائية اللغة. جميل جميل. طيب الأثر الإيجابي لمثل هذه الحملات يعني خصوصا فيما يتعلق في البيئة. نعم، هناك في الحقيقة عدة إيجابيات، مثلا من خلال إقامة هذه الحملة يمكننا أن نقوم بتوعية المواطنين وبأن هذه مثل هذه الحملة تتطلب مشاركة أكثر عدد ممكن من المواطنين. نعم. فإن التوعية شيء مهم جدا، وأيضا هذه الحملة تساهم في تعزيز العلاقات بين اليابان والكويت. جميل. نعم. ماذا عن يعني السفارة اليابانية، يعني نقدر نقول دور السفارة اليابانية في دعم هذه الحملة؟ نعم، في الحقيقة السفارة اليابانية هي مش جهة تقيم هذه الحملة، ولكن كما ذكرت الجمعية اليابانية والجمعية الكويتية لحماية البيئة، ولكن طبعا موظفي السفارة أيضا يشاركون فيها بما فيهم السفير. جميل جميل. إبي، الشواطئ اللي راح تعتزمون لتنظيفها. سيكون العمل في شاطئ الشويخ بجانب كي بي سي. شاطئ شويخ. نعم نعم. أهمية البيئة من حولنا يعني يعني الأهمية الخاصة من أجل حماية هذه البيئة. نعم. حماية البيئة طبعا شيء مهم، ولكن ليس بالنسبة للبشرية فقط. نعم. بل أيضا لمثلا الحيوانات والنباتات وكل المخلوقات. البيئة الحيوانية والبيئة النباتية. نعم نعم. نعم. بالتالي نحن يعني لابد أن نحمي البيئة أولا، وثانيا طبعا تلوث البيئة سيؤدي إلى مزيد من الأضرار والمشاكل الكثيرة. صح. مثلا يعني مما تؤثر على الصحة يعني. نعم في النهاية. نعم. صح. نعم. طيب أهمية الإرشاد والإعلام في نشر هذه التوعية، التوعية البيئية. نعم، كما ذكرت يعني هذه الحملة تتطلب كثير من مشاركة كثير من الناس. مثلا يعني إذا حضرتك شاركت في هذه الحملة بمفردك أظن يعني هذا يستغرق وقت طويل. أكيد. ولكن لو كان هناك مثلا 300 شخص هذا يوفر الوقت، ويعني سيكون هناك أكثر فعالية. نعم أكيد، لابد من التعاون والمشاركة. نعم. في هذا المجال. نعم. إبي، عدد المشاركين نتوقع أكثر من 300 شخص. أكثر من 300. نعم. هذا جميل. يس. بما ضمن من ضمنهم السفير. نعم صح. السفير راح يشارك أيضا معهم. نعم. في الحملة. نعم جميل جدا. last word، كلمة أخيرة.
فنعم أتمنى أن يشارك أو يكون مزيد من الكويتيين شركائنا في هذه الحملة. فيلا تعريف نجمة الزبالة. نعم 11 11 11 11. نعم بشويخ بشويخ. نعم أبي last word. شكرا جزيلا لبرنامج مساء الخير كويت. مساء الخير يا كويت. نعم نعم شكرا جزيلا. Thank you. كل الشكر لكم. إذا أعزائي أكيد متواصلين معكم وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت.